فعلا الشعب الإماراتي والشعب السعودي قلب واحد، فرحنا واحد وحزننا واحد. رح نتكلم بتفاصيل أكثر مع ضيفتنا دكتورة نجاة السعيد، أستاذ مساعد في الجامعة الأمريكية في الإمارات وباحثة أكاديمية في مجال الإعلام السياسي ومديرة للشؤون الإعلامية والأكاديمية في شراكة. أهلا وسهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. شكرا لوجودك معنا اليوم. في البداية نقدم أصدق التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كيف تصفوا لنا مشاعركم؟ بالتأكيد مشاعرنا كانت حزينة، حيث غيم الحزن على كل الإمارات بفقدان رئيسها وابنها البار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رحمة الله عليه، وألهم ذويه الصبر والسفان. لكن الذي يجبرنا جميعا في حزننا هو وجود أشقاء خليفة أبناء زايد حفظهم الله، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد وفقه الله ورعاه. كذلك الذي يعطي إحساس الأمان هو رصانة العمل المؤسسي والمستوى المتقدم لآليات الحكم في دولة الإمارات. فهذا النظام يعطي المؤسسي القوي يعطي عنصر استقرار نتيجة مسيرة إنجازات وتطور لدولة الإمارات غرس بذورها المغفور له الشيخ زايد رحمه الله ورحمة الله على الجميع. دكتورة نجاة، أكيد اليوم نحن نشهد أن فقيد دولة الإمارات هو فقيد الشعب العربي كامل والخليجي على الأخص، وشاهدنا في المشهد الأخير كثير من التلاحم والتآخي في كثير من الدول التي أعلنت الحداد منذ إعلان وفاة الشيخ خليفة الله يغفر له. كيف تقرأي هذا المشهد؟ بالفعل نعم، قدمت دول ومنظمات عربية في تعازيها في وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد الذي وفته المنية البارحة الجمعة رحمة الله عليه. فأقرأ هذا المشهد أنه بالرغم أن دولة الإمارات دولة شابة عمرها لا يتجاوز 50 عاما، إلا أنها أسست في هذه المسيرة القصيرة بوجودها القوي على الساحة الإقليمية والدولية، وأنها تمشي بثبات وتخطيط محكم، وهذا بفضل قيادتها الرشيدة والتي أسسها الشيخ زايد رحمة الله عليه. الشيخ خليفة رحمه الله ورث من والده الحكمة والكاريزما الأبوية، فهذا اللي يميز الشيخ خليفة رحمة الله عليه، وأنه استمر على خطى والده في مسار التنمية والتطور في التاريخ الإماراتي الحديث. والآن نحن مستبشرين بالقادم، والقافلة ستسير إلى الأفضل بإذن الله بقيادة إخوانه خليفة أبناء زايد حفظهم الله وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد وفق الله ورعاه. دكتورة نجاة السعيد، شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى تواجدك معنا.